بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. الحديث الذي نحن بصدده حق المسلم على المسلم خمس احنا حفظناه كلنا: رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العرض. تكلمنا عن السلام وعن الاستئذان، وتكلمنا عن عيادة المريض، وعرفنا أن هذه الأشياء كلها يطلب من المسلم أن يتعرف عليها بحيث تصبح هذه السنن والآداب والواجبات تصبح عرفا بين المسلمين. يعني المسلمون الأوائل ما كانوش بيحتاجوا أن كل درجة يتعلم مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن المتعلموها بيعلموها اللي من بعدهم. الراجل بيجي طالع من بيته رايح عنده قريب مريض، يقول لهم يا أولاد أنا رايح أعود المريض الفلاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعيادة المريض. ده عيادة المريض فرض أو سنة مؤكدة. اللي بيعود مريض بيصلوا عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان في المساء 70,000 ملك حتى يصبح، ويزال يزال في قربة الجنة وثمار الجنة حتى يعود. اتعودوا يا أولاد إنكم تعودوا المرضى. فكان الناس يقولونها بعضهم لبعض. يعني وأنا صغير في 12 سنة و14 و15 افتكر كثير جدا. أكثر السنن عرفتها من أعمامي وشيوخي كده بدون يعني اطلاع على الكتاب. كان على طول بمجرد ما يقول السنة ويقول الحديث الواحد منا ما تعرف كان مخه زي السريبة، أول ما تطلع الكلمة تثبت في المخ على طول، ويحفظ الواحد الأحاديث ويحفظ الآيات ويناقش ويجادل وعاملين مساكن. ليه؟ الواحد فرحان اللي بيتعلم. كل ما الواحد يتعلم علماية يبقى فرحان بها. انتم بتقولوا الحديث يا اخوانا لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة. طب انت احنا تعلمنا كم باب امبارح؟ تعلمنا امبارح أكثر من 20 باب، لأن كل مسألة بتعتبر باب لوحدها. طيب لما تضرب 20 في 100 يطلع كام؟ يبقى 2000 ركعة قبضتهم امبارح وروحتوا. وبعدين النهاردة لو قلنا طب احنا قلنا ايه امبارح؟ اولا عمك عبد العزيز هيقول استنى اما اجيب السرير. مع على رأي اخونا اللي كان كل ما عامل واخد اسرته في الاسرة معاه، كل ما يحصل بينه وبين جدته معركة يقول لا استنى الموضوع ده نعرفه في السرير، نشغل السرير. طب ما حفظتوش السرير كل المدة ده؟ فيشغل السرير وهم قاعدين لغاية ما يجوا عند النقطة اللي مستيقظين فيها ويسمع السرير خلاص يقفل السرير. فاحنا باستمرار بندور على رأي جمال الدين، يعني بندور على العلم في الكتاب. احنا محتاجين ان احنا نحمل علما كثيرا في صدورنا وفي عقولنا علشان يبقى ده الصورة الحية في حياتنا. طيب النهاردة هنتكلم عن اتباع الجنائز واجابة الدعوة، ونبتدي ان احنا نخلص تسمية العاطس كمان. ما اعرف، الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان من حق المسلم على المسلم ان يتبع جنازة. وعرفنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان من اتبع جنازة حتى وصل بها الى القبر، سواء ماشي وراها ماشي او بالسيارة لسان بعدها، فان له قراطا، والقراط في حديث مثل الجبل، وفي حديث اخر القراط كأحد. عال واحد يمشي ورا جنازة يرجع يجد عنده ثواب في الثقل مثل جبل احد يوضع في ميزانه يوم القيامة، دي حاجة زين. لو مشى وصلى على الجنازة كان له قراطان، لو صلى ولم يمشي كان له
تراث واحد. إبطال بالتراث والمس بالتراث عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه هذا فهم المسلمون أن اتباع الجنازة سنة مؤكدة إذا وجد من يحملها ويوصلها، وإلا فحمل الجنازة إلى القبر فرض كفاية، فرض على المسلمين. بمعنى إذا لم يقم أحد بحمل الجنازة ودفنها أثم جميع أهل البلد الذين فيهم هذا الميت. وده معنى دائما فرض الكفاية، فرض الكفاية أو سنة الكفاية. إذا واحد عمله سقط عن الباقين، لم يعمله أحد أثم جميع الباقين الذين علموا بالأمر. ولذلك العلماء يقولون إن تكفين الميت فرض كفاية، وإن تغسيله فرض كفاية، وإن الصلاة عليه فرض كفاية، وإن دفنه فرض كفاية. دفن الميت زين. إذن من السنة المؤكدة بالنسبة للعدد الكثير إنه يصلي على الجنازة، وإن إحنا نمسك الجنازة، وإن إحنا نقوم بالدفن. يمكن اتباع الجنازة له آداب، فسنة اتباع الجنازة أن تمسي وأنت تذكر الموت، وألا تتكلم بكلام الدنيا، فإن كان لابد من الكلام فلتذكر الله تعالى أو تقرأ القرآن. ولا يجوز شرعا أن ترفع صوتك بأي كلام أثناء السير في الجنازة، مثل ما يكون مسير واحد يقول وحدوه، والثاني يقول لا إله إلا الله، والثالث يقول صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صورة يمكن ما بتشوفوها انتوا في القبور، لانه الحقيقة في حاجات كثيرة جدا في القبور ليست موجودة في بلاد اخرى، وهي كلها تعتبر عملا بالسنة من غير تعب. حاجات كثيرة بتعتبر سنة في الكويت، بل مآثر حميدة في الواقع، يعني يذكرون الله عليها، لأن في بلاد كثيرة اطلع من الجزيرة العربية وروح ناحية الغرب، ده من أول ما يجي الميت يموت لغاية بعد الدفن والتعزية كله بدع، وأكثرها بدع محرمة، من اللطم وشق الثياب والند وتعفير الرأس وعمليات كبيرة، ويستأجر واحدة نائحة تيجي علشان هي تنجب النساء ترد وراها، وعمليات ربنا يبعد عنكم كل هذا. انت ربنا مريحكم من هذا، حتى البلدية عندكم بتقوم بتغسيل الميت وتدفين الميت وحمل الميت سنة من اروع ما يكون، وبالتالي كل الناس عندكم بيكفنوا في كفن واحد. لكن تجد بعض البلاد هذا يقول ما لا يمكن اجيب كفن الا بألف دينار. ليه؟ ما فيش اغلى من الميت بتاعي، ده الميت الفلاني جابوا له كفن بألف بتمنمية دينار، انا الميت بتاعنا اغلى منه والعائلة بتاعتنا احسن منه، وضروري الكفن يبقى مدلة، يعني نازل كده من وراء النعش عشان الناس تشوف، شوف اللي في القبر اللي في النعش ده، شوف كفن شكل ايه، ويمكن اللي في النعش عمال يصرخ ويقول موديني فين، يا ويلها اين يذهبون بها. قالوا اللي وراه فرحانين بالكفن بقطعة النسيم. عملية خطأ في خطأ، ربنا بعدك وعن كل هذه الاشياء السيئة. اذا اتباع الامور الجهادية من اتباع الجنازة والصلاة والدفن الى اخره فيها هذا الثواب. السنة في السير مع الجنازة الشمس او ذكر الله وقراءة القرآن سرا. لا يجوز ان احنا نتبع الجنازة بنار، يعني على السن زي ما كان اهل الجاهلية يفعلون، ولا يجوز شرعا ان احنا نجعل الجنازة طلعة ونذبح
أمام الجنازة صاروخا أو جملا إلى آخره. هذا من البدع المنكرة وهي من بدع الجاهلية فلا تليق أبدا بالمسلم. بالتالي يبقى المشي في الجنازة مثل ما قلنا، إما أن نمشي وراء النعش وإما أن نمشي أمامه، والاثنان جائزان يقولون والأفضل السير خلف الجنازة، لكن لو مشي أمامها ما كان عليه ذلك. والأفضل أن يحاول من يسير مع الجنازة أن يحمل فيها إن استطاع، لأن في ذلك ثوابا عظيما. نأتي إلى الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة كلما كثر عدد المصلين كلما كان الأمل كبيرا في غفر الله ذنوب الميت. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يصلي عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني 40 مسلما، إلا تسعهم الله فيه وغفر له. لأن اللي بيصلوا عليه بيدعوله أن ربنا يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته ويدخل الجنة، فربنا يقبل شفاعته. وجاء في حديث آخر أنه ما من ميت يصلي عليه 3 صفوف إلا قبل الله شفاعتهم فيه. ولذلك كان الإمام مالك حريصا إذا حضر جنازة أن يجعل المصلين 3 صفوف أخذا من هذا الحديث، حتى لو كانوا 6 يصلي صف في 2 وصف 2 وصف 2 يبقى 6، وهو يقف ويصلي بهم صلاة الجنازة. إذا صلاة الجنازة جزء واحد، وكلما كثر العدد كما قلنا كان ذلك فائدة أكثر لمن نصلي عليه. ما هي صلاة الجنازة؟ كيف نصلي الجنازة؟ المسألة في صلاة الجنازة لا تحتاج إلى مشاكل عديدة، كل واحد منا يستطيع أن يصلي الجنازة، لأن الجنازة مبنية عليه على 104 تكبيرات والسلام والدعاء، هذه كل ده قصاراها يعني 104 تكبيرات والسلام والدعاء، 104 تكبيرات ودعاء والسلام، بتنوي انك تصلي على من حضر. ان كنت تعرف اللي بتصلي عليه رجلا او امرأة فتنوي انك تصلي الجنازة على هذه المرأة وعلى هذا الرجل، مش عارف ان كان امرأة ولا رجل تقول على من حضر من اموات المسلمين. ويجوز انهم يكونوا 10 جنازات ولا بعض وتصلي عليهم مرة واحدة، واضح؟ ويجوز ان الجنازة الواحدة يصلي عليها عدد من الناس كما حصل في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمين يقولوا يصلوا ويطلعوا ويصلوا ويطلعوا، حتى النساء صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لما قلنا انها سهلة جدا، انت بتكون متجه الى القبلة، بيكون انت جسمك طاهر، الارض اللي انت واقف عليها طاهرة او الفرش اللي انت واقف عليه طاهر. لو كانت الارض نجسة والحذاء اللي انت لابسه طاهر خلاص يبقى انت واقف على طاهر، بس لا تحرك رجلك اثناء الصلاة علشان او اخلع رجلك من الحذاء ودوس على الحذاء، خلاص انت واقف على طاهر انتهت المسألة. هذا هو المطلوب. نعمل ازاي؟ النية انك تصلي على فلان او فلانة، بتقول الله اكبر، بعد التكبيرة الاولى دعاء الافتتاح اللي بتقوله في الصلاة، واقرأ بعدين الفاتحة، دعاء الافتتاح والفتح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، وبعدين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. من تفحات الدعاء الافتتاح اقرأ الفاتحة على طول، بعد كده قل الله اكبر وارفع يديك بهذا فيه، ولو ما رفعت لا شيء عليك. بعد التكبيرة الثانية
صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللي انت بتصليها في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بعدين الله أكبر التكبيرة الثالثة. الثالثة دي هتدعو فيها للميتة. يعني دي اللي صار الدعاء اللي انت بتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم منزله واحسن مدخله واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقله من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله داما خيرا من داره ومن داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اجعلنا فيه شفعاء. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اقبله قبولا حسنا وارض عنه يا رب العالمين واجعلنا فيه شفعاء مقبولين الى اخره. ادعي بقى في ادعية مقصورة احفظها من تحافظ ادعو بما شئت لهذا الميت بإخلاص يا طب لانك بتسع له عند الله تعالى. خلص الدعاء بتقول الله اكبر الرابعة وبعدها بتدعي لك وللمسلمين او تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده. وبعدها السلام عليكم مرة واحدة. أدي كل الجنازة. أول مرة نويت طلع الجنازة الله أكبر وقريت الاستفتاح والفتح. الله أكبر وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر ودعيت للميت. الله أكبر ودعوة لكل المسلمين كلهم السلام عليكم. صعبة دي ما فيها اي صعوبة. افرض ما انت تحافظ كل ده او عندي ما جبت صلت لخبط يا ترى ايه يا ترى ايه يا ترى اول تكبيرة ايه ما تتعبش نفسك. هم اربع تكبيرات. ادعي بعد كل تكبيرة قل كده في نيتك تصلي على من حضر الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه الله اكبر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه السلام عليكم. سلوه بقى يا ناس انت قدرت على كده وهذه قامت بالقرن. يعني ممكن تحصل ان يكون مثلا في طفل ما واجد حد يصلى عليه في كده او انت محتاج ان انت هتصلي انت لوحدك واجد ابوك ايش تعمل؟ تطلع تدور على الكتاب تروح تدور على ايه علشان تفتح وتبحث تجيب الشريط علشان تسمع منه؟ لا مش معقول. انما على طول تروح كده اهم 104 تكبيرات والسلام. بعد كل تكبيره ادعي وخلصت نفسك وريحت. طيب تاني اذا كنت امام انت بتبقى متوضي. طب انت مأموم وجيت وجدتهم قالوا الله اكبر لو رحت تتوضى تيجي تلقوهم خلصوا. قال لك دي بقى على طول شوف قطعه ارض طهره اتيمم كده حط على طول نواس التيمم واضرب السيف وبعدين امسح وجهك وامسح الكفين وتسال الله اكبر تتيمم وتدخل معاهم في صلاه الجنازه على طول. بعد ما تطلع من صلاه الجنازه ما بقتش متيمم يا اخي. لحسن بعدين تقول تسمع الظهر بيدن تقول ماني متيمم يلا نصلي والمسجد فيه الميه وكده. انت دي كانت عمليه مخصوص لانك لا تدرك الصلاه. واضح الطفل ما بقاش فيها اي حاجه. طيب بعد كده مساله يمكن ما يتصل بالتعزيه. التعزيه مسنونه يا اخوانا. يعني يسن الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما عز بنت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والرسول عليه الصلاه والسلام كما كان الصحابه يفعلون مثله كان بيعزي والصحابه بيعزون ولم يرد في التعزيه صيغه محدده. فلذلك تقول له عظم الله اجرك واحسن عزاءك هذه صيغه اختارها كثير من السلف. او تقول له يعني ابقاك الله وبارك فيك او تقول له رزقك الله الصبر والصليان او تقول له اي حاجه. حتى اعتماد العرف في البلاد ان كل بلد له سبع حيلات البقيه في حياتك الى اخر هذه الاشياء مقبوله شرعا ولا شيء فيها وتعتبر نوعا من التعزيه. الا انه يجب ندرك معنى هام جدا وهو ان المصاب
كل من له صلة بالميت. يعني ايه؟ زوجته مصابة، ابوه مصاب، ابنه مصاب، اخوه مصاب، اخته، عمته، خالته. ولذلك قالوا التعزية للجميع، يعز الرجال ويعز النساء، والمرأة تعز الرجال وتعز النساء ما لم تقتل فتنة. ما لم تقتل فتنة ديا خدوها وخلاها معاكوا على طول بدون ما نقولها، سواء قلناها او ما قلناها. عملية مش عاوزة كل مرة نقعد نكرر، وانتوا بتحفظوها قوي احيانا. اذا هذا المشروع. لا، انا زي ما قلت لك، في ناس المصيبة بتكون شديدة عليهم. فلما تروح واحد مثلا يعني ابنه وحيد وغالي عليه، او رباه وغالي عليه، وفقد ابنه خصوصا في حادث سيء، وانت انسان قريب منه وكلمتك مسموعة، او تعرف ان في واحد كلمته مسموعة وممكن يقبل منه، احنا نبحث عن وقت معين وظرف معين ونروح نجلس مع هذا المصاب ونقول له يا اخانا عظم الله اجرك واحسن عزاءك، ونضرب له امثلة بالذين ماتوا، وصبر الصحابة على من مات من ابنائهم، وصبر المرأة على موت زوجها وابيها واخيها وابنها، مرة واحدة في غزوة واحدة كلهم ماتوا، رايحة بهم رجعة من غيرهم كلهم. كل بنضرب للامثال بالرجل اللي مات وبعدين كان اللي طلع على ثاني الصاب هو والقبيلة بتاعته، وبعدين حصلت له مصيبة انه ابنه الصغير القافلة اللي كان فيها كله، زي ما بيروي احد الكتب القافلة اللي كان فيها حصل ان جه سيل فقتل اكثر من كان في القافلة، وكانت العيلة القبيلة كلها مسافرة، ونجا رجل وابنه على فرس، فالراجل من ذهوله اصبح ما بيشعر وما بيحس كتير، لكن محتضن ابنه فاكر ان ده اخر شيء وصل اليه وحصل عليه من القبيلة، احس بالجوع وهو ماشي في الجبل، فوضع ابنه على الارض وذهب ليصيد له غزالا، فاخذ يجري يمين وشمال وشمال ويمين وشرق وغرب، واخيرا رأى سوادا فصوب السهم اليه، فجاء السهم فيه فذهب فوجده ابنه الذي تركه اللي نجا من هذه القاتلة. فالرجل اصيب بذهول كالجنون، فأخذ يجري كالمسعور، كلما رأى إنسان هجم عليه، حتى رأته الشرطة فظنت أنه قاطع طريق، فأخذوه فقطعوا يده ورجله من خلال رجل إيد اليمين ورجل الشمال، قالوا ده قاطع طريق. والرجل بعد هذا إيش يعمل؟ طلب من إنسان أوصله إلى الكعبة، فكان أصلا بيستر ويعربد وما يعرف ربنا كما يجب، فأخذ يدعو ربه وأخذ يلجأ إليه ويذرع، وصار من كبار العباد في هذه الحالة الراجل ده. وكان كلما جاء إنسان صاحب مصيبة يقول له يا أخي إن كنت صاحب مصيبة فاذكر مصيبتك بي، فما أصيب أحد بأسد مما أصبت به. المسائل يعني في هذا أمور كثيرة جدا نحاول نسليه، هذا لنا فيه أجر، ونمنع أخانا من أن يصل إلى حالة اليأس أو أن يؤثر الحزن فيه، خصوصا المرأة الأم أو البنت اللي أصيبت بمثل هذه المصيبة، لما يكون ضاع أبوها وملهاش عائل بتكون المصيبة شديدة. فإحنا علينا أن نتحسس أصحاب المصائب، وعلى قدر شدة المصيبة نبذل جهدا أكبر حتى نسلي هؤلاء، لأن التعزية معناها التسلية والتصبير على المصيبة. والنفس نذكر له قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولذلك السيدة أم سلمة تقول
بعد أن مات أبو سلمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: اصبري واحتسبي وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. قالت: فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تقول: لكنني قلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متسلسل للصرع. وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها أو أعقبني خيرا منها. تقول: وبعد ذلك، يعني بعد ما انتهت العدة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليخطبني، فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، وكانت تظن أنها لا تجد بعد أبي سلمة خيرا. إذن هذه الصور حين نذكرها للناس نعرفهم أن مسألة الصبر عليها من الله عظيم الأجر، وأن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لو واحد مات له ميت وعلى طول تك ولك مطاح وكلب الدنيا، نقول له اصبر، يقول: ما بصبر، اتركوني، امنتم اصبتم بمثلي، وجزع ويأس، ضاع عليه أجر ثواب ميته، يعني ثواب الصبر عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب مكان في المقبرة وجد امرأة تصيح وتولول، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: يا أخانا أو يا ابني، أو مثل ما قالت: أنت لم تصب بمثل مصيبتي، ما أصبت بمثل مصيبتي، أنت ما تعرف مصيبتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام: هي ما هي عارفة من رسول الله؟ لا تعرف. فتركها وانصرف، وجاءها من يقول لها: أتعلمين من كنت تخاطبين؟ قالت: من؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ندمت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما كنت أحسبك أنك أنت. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ضاع عليك الثواب، لأن الصبر من أول صدمة. إذا حصل الصبر وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذت الثواب. وإحنا بنقولها ليه؟ يعني لو رجلك أنت أصيبت، أصبعك أصيب، دعمة خفيفة في السيارة، ضاع منك 10 فلوس، ابنك جاء يبكي وانت زعلت على كانه كتير، على طول قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. يعني يا رب، 10 فلوس اللي راحوا هات لي بدلهم يا رب، 50 فلس اللي ضاعوا هات لي بدلهم يا رب. هيغرى ايه؟ ما انت كل ما بتذكر ربك بيعطيك، وكل ما بتسأله بيعطيك. إذا ما أنت تسأل كريما ولا تسأل بكيما. إذ لما نظل مع الله بيهون علينا كثير من الأمور. يبقى يا أخوانا عرفنا إن اتباع الجنائز بيتبعه تعزية المصاب، والتعزية لها أنواع كثيرة، اتكلمنا عن بعض آدابها. لكن هل يجوز إن إحنا نجلس صدوف أو ديوانية ونتلقى التعازي أم لا؟ هل يجوز أم لا؟ حد عارف؟ حد عارف يجوز أم لا؟ إيه؟ يجوز؟ زين. حد عنده أم لا؟ طيب، أولا التعزية ثابتة. ثانيا، إذا كان إحنا أولاد حي واحد بس، ورحنا كلنا المقبرة وحضرنا الجنازة، أدي إحنا عزينا الراجل وانتهى الأرض، والتعزية تكفي إنك تقابل تقول له: عزم الله أجرك وأحسن عزاك، هذه هي التعزية. قابلته في الشارع وقلت له، يبقى انتهت التعزية وعملت بالسنة. ذهبت في بيته، يبقى انتهت. قلت له في المقبرة، يبقى انتهت. المسألة المهمة انك عزيته. حضرت الجنازة وقلت له هذا الكلام، يبقى خلاص، يبقى اسمك عزيته. اللي ما عزه لما يقابل العزيز. وعلى هذا لم يكن الصحابة يجلسون للتعزية،
ولكن كانوا يدفنون الميت وبعد دفن الميت كل ينصرف الى حاله، ان كان اصحاب الميت زعلانين او يعني تعبانين ومن البكا حالتهم مكسوره، هم دول اللي بيروحوا بيوتهم. والسنه ان الاقارب يصنعوا لهم طعام، لان زوجة الميت بتبكي وما تأكل يومها، بنات الميت ما بيبكينا وما يأكلنا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشهد سيدنا جعفر ابن ابي طالب وبكت عليه النساء قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد جاءهم ما يشغله، اصنعوا لهم طعاما فانه قد جاءهم ما يشغلهم، يعني مشغولين. شوف المواساه قد ايه بقى. لأنهم مش هينشغلوا بنفسهم، فأقاربهم يسمعوا لهم ويقتلوهم، مش يعطوهم الأكل ويسيبوهم، لا ضروري تاكلوا وضروري تصفوا وأنتوا بتاكلوا علشان يجبروهم على الأكل حتى يقوا ويتحمل. زين، يبقى إذا إحنا بنقوم بهذا الدور. طيب في ناس بيكونوا قريبين ممكن يروحوا يعزوا ويجلسوا مع المصاب. طيب إذا كان بقى الحكاية ان في ناس ما دريوشي وناس حيدروا وناس لسه بصرة يعرفوا وناس بعده حيعرفوا، ما في مانع ان انت تجلس في ديوانيتك كل يوم العصر او بعد العشاء وتقول ان العزاء في اول يوم او في اليوم الاول والثاني او في اليوم الاول والثاني والثالث، وكره السلف التعزية بعد 3 ايام، قالوا لان احنا هنعملها شغلة فكرهوا لان على سان الحجاب ممنوع بعد 3، فقالوا كمان من عزيز بعد 3 ايام. واضح الكلام ده؟ الا للغايب للي ما يعلمش مثل هذا. يبقى الجلوس في الديوانية في مكان معين من اجل قبول التعزية جائز. قالوا بشرط. ما هو الشرط؟ الا تتكلف الممنوع. ايه الا تتكلف الممنوع دي؟ يعني حضرتك ما تعملش قاعدة وتروح تجيب كراسي وتدفع اجرتهم، ولا تستأجر مكان وتدفع اجرته وانت لا تتحمل ذلك، او يكون مال الميت فيه يتامى. فان كان فيه يتامى بعد موته عند طلوع روحه لا يحل ان ينفق فلس واحد الا في الوجه المشروع، لان المال انتقل الى حق اليتامى. فلما حضرتك تنفق من التركة يبقى بتنفق من مال اليتامى، يبقى تأكل تدخل تحت قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. ولذلك بعض الصالحين كان جالس مع واحد بيحتضر، فلما مات كانت السمعة شغالة، أطأ السمعة. قالوا لما أطأتها؟ قال لأن لليتامى في السمعة نصيبا، خلاص أصبح لهم نصيب دلوقتي في هذه السمعة، فأنا لا أستحل أن أجلس في ضوء مال اليتامى. اظن ما حد فكر في الكلام ده ابدا. يا تامة يا تامة يا راجل، احنا ننفق ونتننا ننفق وننفق، واللي اتفضل ياخدوه اليتامى، ما اتفضلش الا ما خدوه. معقول هذا كلام غلط؟ فالامور دي يا اخوانا علماء الاسلام اتكلموا عنها ودرسوها. لما تعرف دقة علماء الاسلام في هذه الامور وازاي بيحيطوا بها علما من جميع النواحي
علشان حتى لا يقع الإنسان في الخلط والخطأ. تجد دي أمور قلنا في التعزية أدحنا عرفناها. يمكن في موضوع فات في دفن الميت، لما ندفن الميت السنة أن واحد منا يذكر الواقفين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني عند منهيل التراب بتبقوا انتوا واقفين جنب الميت، اولا الملكين بيدخلوا عليه، الله يحييه، كل كلام اللي واقفين يسمعه الميت اللي احنا دفناه، ويسمع حتى المشي بالنعال خط نعالهم. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص قال لا تتركوني حين تدفنوني، ولكن انتظروا عند قبري قدر ما يذبح البعير ويوزع لآنس بكم، حتى انا اتنس بكم لما تمسوش بسرعة، انا برضو ببقى متعلق بكم، عايز اسمعكم كتير وانتوا جنبي. فلما هم بمجرد ما يهال التراب ويدخل الملكين احنا نلجأ الى الله، فنقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم ألهمه الجواب الحق إلى آخره. في الوقت ده اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. افتكر واضح هذا الكلام يا أخوان. طب بعد كده هنتكلم عن إجابة الدعوة. إجابة الدعوة هو فاضل حاجة لإجابة الدعوة؟ نعم. لا سرا ما في. طيب نتكلم شوية عن إجابة الدعوة. إجابة الحديث قال وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة ما هي الدعوة التي علينا أن نجيبها؟ ما في واحد يدعوك يقول لك تعالى نزور فلان، واحد يدعوك ما تيجي نتفسح شوية، واحد يدعوك عشان يدخلك كلمة، واحد يدعوك لأن اللي لابس في حفلة ورقص أغاني، يا ترى واحد بيدعوك على كان وليمة من الولائم هو عنده ختان لأولاده، أو عنده إنسان مسافر وحضر، أو كان عنده مريض وسوفي، أو عنده مصيبة وأذهبها الله فذبح شيئا ويدعوك له، أو عنده وليمة عرس الراجل عبال عندكم واللي ما تجوزتوش كلكم الراجل جوزوه فبيدعوكوا علشان تحضروا وليمة العرس، والحديث بيقول اولم ولو بتاه، وعرفنا ولو بتاه دي لانه التاه فعلا هتقضى ايه ولا ايه، مع عمك عبد العزيز يروح يجيب التاه ويحطها لنا على 20 كيلو رز قلتله تعمل ايه ساعة على 20 كيلو يا استاذ عبد العزيز، انتوا مثل الحديث الاولم ولو بتاع ادي الساعه وزدتوا عليها الرز العيش وادي كمان فاكهه وعايزين اكثر من كده بلاش كما حاضر يا استاذ عبد العزيز. هذه كلها دعوه. هل الدعوه دي يجب علي ان اطيع اخي اذا دعاني، ولا يسن ان اجيب دعوة من يدعوني؟ اولا الدعوة الى معصية لا يجوز ان نستجيب لها، ثانيا الدعوة الى الله لا يصح انك تستجيب لها، نزه نفسك عنه الا ان كان لهوا بريئا لا تسمى هذه دعوة. انما اذا اطلقت كلمة الدعوة في الاسلام يراد بها الدعوة إلى الوليمة. يعني إيه؟ إلى الأكل. الدعوة إلى الأكل. الدعوة إلى اللحم والرز والحلوى والفاكهة والخضار، وكملوها أنتوا بقى، ما تخلوهاش حكاية من الجارة كده. فإلى هذه الأشياء اسم الدعوة للوليمة للأكل هذه المقصودة شرعا. والولائم زي ما قلت لك وليمة ختان، وليمة عودة من سفر، وليمة ولادة،
نجاح في ولادة، وليمة قيام أو نجاح من مصيبة، وليمة قران يعني زواج، كل هذه اسمها ولائم. واحد راجع من الحج وعمل وليمة وما بقوش يعملوها دلوقتي، ما تعرف كلهم بيحكوا ما عملوش ولا وليمة، فما تعرفش الغالة هو اللي عمل كده ولا الناس اللي ما بقاش فاكر. ده كان الجيران وجيران الجيران ينتظروا الراجع ده هيجيب جمل ويذبح ويأكل الناس، دلوقتي حتى ولا بيذبح دجاجة. هتعرف ايه اللي جرى؟ لا الميت ما هي ما تسمع لي ما هو نبع. لا لا غلط غلط وبدع، غلط وبدع. اللي هي اللي بتعمل الخميس او الخميسين او عند الاربعين كل دي بدع. واضح؟ تجاه الوليمة العلماء عملوا ايه؟ قالوا الولائم اللي انا ذكرتها دي كلها ولائم فرعية، لكن قالوا وليمة الزواج والعرف شيء والولائم الاخرى شيء اخر. وليمة الزواج لها حكم مستقل والولائم الاخرى لها حكم مستقل. فقال العلماء إجابة الدعوة لوليمة الزواج، قال بعضهم إن إجابة الدعوة فرض، فمن لم يجب الدعوة للوليمة الزواج فقد عصى، وقد جاء في حديث صحيح فمن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن والرسول عليه الصلاة والسلام أمر من يدعى أن يجيب الدعوة ولو كان صائما، فيذهب إلى الوليمة ولا يأكل ويدعو لأهل الوليمة، وإن رأى أن أصحاب الوليمة يزعلون ويغضبون ويتنرفزون ويحزنون لأنه لا يأكل وكان صائما الصيام نفي، فعليه أن يفطر ويرضي أخاه المسلم ولا يخرج وهو زعلان. واضح الكلام ده؟ يفطر ومن صيام ويرضي أخاه المسلم. طيب هذه الوليمة قلنا قال البعض إنها فرض عين، وقال بعضهم لا هي فرض كفاية. لو راح البعض يفطر، انا لما بحثت الموضوع وجدت انها احيانا تكون فرض عين واحيانا تكون فرض كفاية. ازاي؟ لما انا اروح لك واقول لك يا اخانا انا دعيت لوليمة عندنا بجوز ابني، او هتعملها لسه يا اخانا انا دعيت علشان العملية دي، يا اخانا يا اخانا يا اخانا، عدتهم كل واحد، كل من دعي مفردا وجب عليه ان يجيب، اصبحت الدعوة الاجابة بالنسبة له واجب. لكن لو انا جيت كده وقلت يا اهل مسجد الشعب احنا عندنا فرح عقبال عندكم يا حبايب، اتفضلوا عندنا يوم الخميس بليلة الجمعة الساعة 8 بعد العشاء علشان عندنا وليمة عرس. ما فيش وتصدقوا. فلو قلنا كده يبقى الكلام ده للمجموع، فلو جاء البعض ولم يجئ البعض يبقى من جاء اسقط الواجب عمن لم يجئ. اما لو ما جاتش كلكم تبقى وقعتكم باينه، ويبقى الكل مرتكب الاثم والذنب لانه لم يجبر بخاطر اخيه المسلم. هذا الرأي اللي انا ارتحت اليه فعلا، وان كان هناك رأي للشافعية ويا بعض الحنابلة ان اجابة الدعوة في العرس وفي غير وليمة العرس سنة وليست واجبة، الا ان السوطاني بعض هؤلاء العلماء النقادين رجحوا ان الاجابة واجبة، واجبة الإداء للحديث من عشان حديث فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قالوا ما هو الحديث نص في الموضوع، والحديث الثاني
أديب الدعوة. والحديث الثالث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، منها بإجابة الدعوة. فكلمة أمر تفيد الوجوب. قالوا يجب إلا إذا كان عندك عذر وقبله صاحب الدعوة، أو إذا كان في الوليمة منكر وأنت تعلمه فلا يجوز أن تحضر وليمة فيها منكر. واضح الكلام ده؟ وتعال الجماعة الطيبين الصالحين يحضروا ولايم بعض، والجماعة الفاسقين اللي بيسلوا على أنغام الموسيقى والرقص والقمر موجود والكلام الفارغ يبقوا هم يجاوبوا وليمة بعض. صحيح جماعة الصالحين طيبين وجماعة كلة وأكثرهم فقراء ما حوالهوش ولائم ولا حاجة، لكن زي بعض برضو القليل يبكي. اوعى تزعلوا تقولوا ده على كده مش هنحضر الولائم الضخمة. ضخمة ايه يا راجل؟ هي دي اسمها ولائم؟ بأكثرها حرام والعياذ بالله تعالى. إذا إجابة الوليمة عرفنا حكمه. زين، حين نذهب إلى الوليمة من السنة ألا نذهب بدون دعوة، أدي واحد. ثانيا ألا نذهب مبكرين كثير فنقلق راحة أهل البيت ونوجع دماغهم ونبقى يعني عملية ثقيلة عليه، إنما ندخل قرب موعد الأكل. ولذلك الداعي عليه يحدد احضروا الوليمة الساعة كذا، والناس كلها بتعملها دلوقتي. ثالثا بعد أن نأكل نغسل أيدينا ونلطس الشاي أو القهوة ثم ننصرف بسرعة، ولا يجوز يكره شرعا البقاء في مكان الوليمة بعد الأكل والحديث والحكايات إلا إذا كان صاحب الوليمة يحب ذلك أو طلبه منكم. قال لك يا فلان ما تخرجش، أنا عاوزك يا فلان، أنا عاوزك وأنت عارف أن هو بيحب أنك تكون معاه، يبقى هذا تعتبر دعوة جديدة بقى. دعوة الأكل خلص ودي اسمها دعوة للمخلفة، هتعملوا انت هتجلسوا مع بعض، دي ما فيها اسمان. واضح الكلام ده؟ هذا مذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناث، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ودي لها قصة كبيرة بكرة نتكلم فيها ونكمل هذه الأمور عشان ناخدها برواقة كده وباتزان. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتاب تمسك الساعة وتعمل دوسة لسه فاضل ناخده في الأسئلة. ثم حد عنده أسئلة اليوم؟ ما أنا عارف من تزور ماله أبقى اللي عايز يتوضى يتوضى واللي ما يتوضى ما يتوضى، لأن البعض يقتنص من أكل لحم جزور خلاص. بس هذا منسوخ، الراجح إنه منسوخ مصر خلاص. بس ما يجيش أسئلة بعد كده، ما هو تجيب للأسئلة مش هقول ما يجيش وبعدين تجيب دي. بس أول سؤال هتاخد مال جديدة، رجل طليق اللحية يعني أعطى لحيته، هل يجوز له أن يحلق اللحية لتنظمها وترتبها أو أن يقص منها ويرتبها وينظمها مع العلم أنها غير منظمة؟ فما تنظمها وهي من غير ما تحلق، ما تنظم حد حاسك من ما الناس كلها منظمة إيه؟ من منظمة؟ يعني انت يكتب لحيتك
تطلع من هنا ومن على خدودك ومن تحت ويبقى شكلك زي ابو الريس، يعني يا كده يا تحلقها خالص. يا اخي ما حد قال هذا. العملية المطلوب اعفاء اللحية. اما وابن عمر كان يأخذ من طولها وعرضها، وكذلك كان يحدث للصحابة حتى اذا لم يأخذوا اخذوا في الحج والعمرة. ولم يقل احد ان الصحابة تركوا لحاهم حتى وصلت الى ركبهم، ولو كانوا لم يحلقوا ولم يقصوها ابدا لوصلت الى الركب. فاذا المسألة مطلوب منا هذا. قول ابن عمر كان يقبض على لحيته وما زاد يأخذ، هذا فعل صحابي ايضا يشير ان فيه موضع للحلق او للقص، لكن لا يفيد وجوب شيء معين، لانه كلام الصحابي او فعل الصحابي لا يعتبر حجة تفيد الوجوب. اذا المهم يبقى لك لحية، المهم تكون لك لحية، والسنة ان تسدد لحيتك وتهذبها وتوضبها وتجعلها في شكل جميل. والا لما بتتركها بالشكل ده وجودك تاتاك حالق قبل كده، وبعد كده وجدك كل مرة ما المرة دي